مبارك على الاسكام الهستوري شبورسا. ارحب بهذه الاتفاقيه التاريخيه التي اعلن عنها توا بشان تصدير الغاز الاسرائيلي لمصر. هذه الاتفاقيه ستدخل المليارات لخزينه الدوله، وستصرف هذه الاموال على التعليم والصحه ورفاهيه المواطنين الاسرائيليين. لقد اعتمدنا هذا المخطط للغاز لانه يعزز امننا واقتصادنا وعلاقاتنا الاقليميه، وقبل ذلك يخدم المواطنين الاسرائيليين. هذا يوم عيد، يوم خاطئ.